نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. في المستهل شهدت مختلف مناطق ولاية ورقلة تساقط كمية معتبرة من الأمطار خلال أمسية البارحة، مما تسبب في تسجيل صعود منسوب المياه في بعض أحياء المدينة. وأمام هذا الوضع وبإشراف السلطات المحلية، قام أعوان الحماية المدنية مدعومين بمختلف الإمكانات المادية وكذا أعوان مصالح الديوان الوطني للتطهير، قاموا بعملية شفط وامتصاص المياه التي غمرت بعض الأحياء والسكنات. تم أمس بالبنك الوطني للإسكان بالعاصمة توزيع 73 مقرر استفادة من العقار الاقتصادي، حيث بلغ عدد الاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منذ بدء نشاطها 6600 مشروع استثماري، منها 118 مشروع استثمار أجنبي مباشر أو على أساس الشراكة. المزيد مع حنان بوريو. ترقية للاستثمار وتحسينا لمناخ الأعمال في الجزائر، المنصة الرقمية للمستثمر آلية تستكمل عملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي وفق مقاربة تطورية ورقمية تتماشى مع متطلبات النهضة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر. في عملية الإنتاج 73 مقررا يخص 11 ولاية استفاد منها اليوم مستثمرون وحاملو مشاريع. زين العابدين درار يستبشر بهذا القرار ليجسد مشروعه الفلاحي. احنا فرحنا بزاف، الاولى لان عندنا مده وحنا يعني نسعى امور هذا الوعاء العقاري لانه محتاجينه باش نديروا الانتاج تاعنا باش نخرجوه على مستوى الوطني. ما راكش وحدك، راهي معك دوله كامل. اما فتح بوشوشه واحمد سعيد فقد وجه استثماريهما الى المجال الطبي والصيدلاني. نتمنى الناس كامل اللي راهم داو العقارات هذوما ان شاء الله كامل يكملوا بالبروجي تاعهم ويكملوا ان شاء الله ويزيدوا اكثر واكثر ويكونوا زياده في الاقتصاد وزياده في النشاط ان شاء الله. جانا القرار نتاعنا وفرحين جدا بهذا القرار. احنا اللي رايحين نديروه الاقتصاد الجزائري الاستفاده نتاعنا، انه هذا ستان نوفو تكنولوجي، شراكه ما بين السويد والجزائر، وراح يكون في ولايه جلفه ان شاء الله. ومن ابناء الجاليه الوطنيه في الخارج، زهره تحفزها الاجراءات والتدابير الجديده للاستثمار في الجزائر. انا نتبع الاحداث في الاخبار، دونك نتبع الاحداث الجزائريه، بما ان الرئيس تبون قدر يدير لنا هذا المشروع هذا المشاريع ويقدر يخلينا نساهموا باش في التطور تاع الاقتصاد الوطني. خيرت اليزي بالذات على جال المشروع هذا تاع الفندقه والسياحه. وبعد طول انتظار صبع سمير يستطيع بهذا العقار تجسيد مشروع صناعه معدات طاقويه. رانا فرحانين مشات العمليه اللي احنا هذه سنوات احنا نستنى في هذا في العقار الصناعي هذا اللي كان منذ سنوات 4 سنين ولا 5 هو متوقف. اليوم استفدنا ان شاء الله يا ربي راح نجسدوا المشروع تاعنا اللي يكون زياده الاقتصاد الوطني. الوكالة الجزائرية للاستثمار ملتزمة بمواصلة جهودها وتبسيط الإجراءات وتسهيل العملية للمستثمرين عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرقمية للمستثمر. ستسعى أيضا بالتنسيق الوثيق مع كل الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار إلى ضمان التشغيل البيني لأنظمتها المعلوماتية التي ستفضي حتما إلى حصول المستثمر على مختلف التراخيص ومتابعة سير ملفات الاستثمار في مختلف مراحلها. منذ بداية عملية منح الأوعية العقارية الاقتصادية عبر المنصة الرقمية للمستثمر،
منحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 196 وعاء عقاريا عبر 28 ولاية بمبلغ استثمار إجمالي يقارب 278 مليار دينار جزائري، مع الالتزام بخلق 27,200 منصب شغل دائم. وتستمر العملية آليا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، حيث ستطرح أوعية جديدة عبر مختلف ولايات الجمهورية. وعرض الأوعية العقارية ومنحها يكون أساساً للمستثمرين الجادين الخلاقين لمناصب الشغل، كحال منطقة النشاطات بولاية سكيكدا والتي تضم عديد المستثمرين في مجالات صناعية مختلفة. أيدحو. من جزيئات ألياف قصيرة مرتبطة ببعضها البعض إلى قماش غير منسوج متعدد الاستعمال بتكلفة منخفضة، يمر عبر مراحل ميكانيكية وحرارية هنا في هذا المصنع. مراحل الإنتاج تبدأ من جلب المادة الأولية هي الفيسكوز والوبياس، ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الكرداج. عندنا آلتين من الكرداج، آلتين نسج. ننتقل للمرحلة الثالثة وهي على مستوى آلة اسمها سبينلاس. في هذه المرحلة يأتي دور المياه. النسيج كان عبارة عن ألياف، أصبح عبارة عن نسيج منسوج. هذه التقنية تستهلك كمية كبيرة من المياه ولها دور أساسي في هذا المنتوج، ولهذا وبما أن هذا المنتوج موجه للاستهلاك الصحي يجب أن يكون الماء المستعمل والموجه لهذا المنتوج يكون خالي من كل العيوب. قدرة الإنتاج حاليا هي 5000 طن في خط الإنتاج اللي راهو أوبيراسيونال حاليا، مع نقدر نزيدو في قدرة الإنتاجية بالانستالاسيون تاع دوزيام لين تولي ب 5000 واحدة أخرى، يعني تولي 10000 طن سنويا. قدرته التشغيلية تقدر ب 150 عامل في خط الإنتاج الأولي اللي راهو أوبيراسيونال حاليا. هذا مركز معدني فيتامين يستعمل كمكمل غذائي يضاف إلى لاليمون فينال ويقدم لاليمون بيتاي فولاي. ننتج حوالي 5 الى 10 طن في اليوم فيما يخص التسويق. حاليا نحاول نتجه نحو الصحراء. مناخ استثماري مدير للثروة ومناصب الشغل بمنطقة النشاطات بالحروش ولاية سكيكدا التي تتربع على مساحة 30 هكتارا، بلغ عدد المشاريع قيد الإنجاز فيها 18 مشروعا وعدد المستثمرين المستفيدين 30 مستثمرا. منطقة صناعية للحروش لقيناها منطقة مجهزة من كل متطلبات استثمار، دونك الكتريسيتي غاز مام لا فيبر اوبتيك واصله، الطريق مخدومه، دونك مام لاكسي لي تري فاسيل بور الدوبل فاي اكسبريس اي لوتوروت است ويست. الحمد لله احنا رانا في مراحل متقدمه من الانجاز. تهيئه مناطق النشاطات الصناعيه وتنظيم العقار الصناعي يسهم في اطلاق مشاريع اقتصاديه واعده تتلائم وخصوصيه كل منطقه. دولياً الآن، أكد الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قواوي في عقاب الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، أكد أن المنطقة تمر بظرف دقيق يحتم على جميع الفاعلين الدوليين أن يغلبوا فيه صوت الحكمة لتجاوز هذه الفترة الحرجة نحو بر الأمان، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن الدوليين من دون إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وخضوع الجميع للقانون الدولي. And we have warned during the Security Council session that have discussed the. لقد حذرنا خلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشتها جماعة المحتل الإسرائيلي على مبنى السفارة الإيرانية بدمشق مطلع هذا الشهر من مغبة عدم وضع حد لسلوك الاحتلال وغطرسته بالمنطقة، كما شددنا على أن ذلك العمل الخطير يمكن أن يجر المنطقة بأسرها إلى الصراع، واليوم تتبدى وجاهة رأينا وصدق تحذيرنا. إن سياسة الكيل بمكيالين وتطويع قواعد القانون الدولي وإعطائها قراءات متضاربة حسب المصالح والأهواء تهدد بتقويض نظامنا الدولي المبني على سيادة القانون، واليوم نحن في مفترق طرق، إما التمسك بالقانون الدولي دون تحوير أو مداهنة أو الانغماس في الفوضى وعدم الاستقرار.
وبالأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والذي يدخل يومه 92 بعد المئة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في قصف الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس وأراض زراعية ومخزنا تجاريا بالقرب من مخيم النصيرات ومباني بمخيم المغازي. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مدينة غزة، فيما أصيب عدد من النازحين اليوم برصاص زوارق الاحتلال الحربية في شارع الرشيد خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة، وهذا بعد ارتقاء 5 آخرين في طريق العودة. أيضا يحدث هذا في وقت اعتقلت فيه قوة الاحتلال عدد من الفلسطينيين في طول كرم ورام الله وقلقيلية ونابلس خلال عملية اقتحامات ومداهمة لبلدات الضفة الغربية. وفي ملف الصحراء الغربية، آخر مستعمرات القارة السمراء، دعا وزير شؤون الأرض المحتلة والجالية الصحراوية مصطفى محمد علي سيد البشير الوفد الألماني الذي يقوم بزيارة تضامن إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ومؤسسات الدولة الصحراوية إلى فضح انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكبها الدولة المغربية ضد المواطنين بالأراضي الصحراوية المحتلة والأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية. رياضة الآن، حيث اقتطع فريق مولودية الجزائر تأشيرة تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس الجزائر لكرة القدم إثر فوزه على وداد تلمسان بثنائية نظيفة سهرة أمس بملعب 5 جويلية الأولمبي لحساب ربع النهائي للمنافسة. وسجل أهداف اللقاء بالليلي من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وأضاف وترى في الدقيقة 78 الهدف الثاني لفائدة المولودية. وبهذا تلتحق المولودية بالمربع الذهبي لمنافسة الكأس بكل من شباب قسنطينة الذي تأهل أمام نجم بن عكنون، وكذا شباب الوزداد الذي تأهل على حساب ترجي مستغانة. أو رسوم متحركة أو شيء ما بسهولة بمتعة ب ب ب ب ب هذا. وسيتواصل الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية بإجراء مقابلة اتحاد بسكرة أمام اتحاد الجزائر غدا على ميدان ملعب 19 مايو بعنابة بداية من 8:30 مساء. وبهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.